هاتف معانا الأستاذة سحر محمد حنفي. يا أستاذة سحر أهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة سحر. لما سحر محمود حنفي يا فندم. سحر محمود حنفي، أنا بأسف لك. يا فندم. سحر محمود حنفي، قولي لي لما في مدرسة تتهم مدير مدرسة بالتحرش الجنسي بها، فالحقيقة احنا امام اتهام بشع، يعني هل الاتهام صحيح وايه ادلتك على هذا الاتهام؟ ايوه يا فندم، حضرتك الاتهام صحيح، وانا عملت محضر في اسم الشرطة بالواقعة اللي حصلت دي، وزميلتي كانت متواجدة وشاهدت على الواقعة دي، مضطهدني حضرتك وبيهددني، وعملت استغاثة بمدير العام يوم الحد في تلغراف، محدش سأل فيها لحد دلوقتي، وبيروح الإدارة أصلاً، الإدارة التعليمية، بيخلص هناك كل الإجراءات وبيجيب لنا جزاءات بدون تحقيق، بيسندوا ناس هناك، وفي ناس إداريين عندنا في المدرسة بيسندوه في حاجة زي كده، بيقولوا إن هم واصلين وحاجة زي كده. فطبعاً أنا لما رحت يوم الحد، أول واقعة خالص يوم الحد، أنا رحت الصبح فبكلمه جاي لي جزا بدون تحقيق، فبقول له حضرتك جايب لي جزا ليه؟ قال لي كده إذا كان عاجبك. قلت له حضرتك يعني ازاي في قانون؟ قال لي ما عنديش قانون، انت اديتك رصاصه واخلص منك. بالليل يوميها انا عملت التلغراف ومعايا الرقم بتاعه بالمدير العام استغاثه، ما حدش سال فيا. تاني يوم رحت خلصت شغلي، كان عندنا امتحانات في المدرسه، عندي ملاحظتين وعندي مادتين تصحيح، فخلصت شغلي الساعه 3:30، وطلعت طلعت له فوق الكنترول عشان اعرفه ان انا خلصت شغلي. فكنت لابسه عبايه عشان طبعا حضرتك البرد والكلام ده وعندنا شغل كتير، فلقيته بيقول، حط ايده على ظهري، فلقيته بيقول لي العبايه دي حلوه البسيها على طول. فبقول له انت بتقول ايه؟ انت اتكلمت ازاي؟ فزعقت له، فلقيت زميلتي طالعه بالصدفه عشان تقول له انها خلصت وماشيه، فقالت له انا شفت الكلام ده كله وانا هشهد باللي انا شفته ومش هسكت على كده. قال لي على ابوك ولاد كلب. ده مين اللي قالت هشهد؟ زميلتي اللي شافت الواقعه. يعني عندك زميله شاهده معاكي على الواقعه. شهدت الواقعه كلها. تاني يوم الصبح جينا عشان نمضي، لقينا مشطب علينا انصراف انا وزميلتي، عشان ان هي ظلمها بدون وجه حق، لانها مجرد قالت انها تشهد معايا. المهم فبكلمه، طلعت بكلمه انا وهي بنعاتبه في الكنترول، قال مالكوش عندي حاجه واللي انتوا عايزينه اعملوه اخبط دماغكم في الحيطه، وقام شددني من صدري، كنت لابسه جاكيت وتحتيه بادي، فجسمي بان لما مسك صدري، فقمت قلت له انت بتعمل ايه؟ مش للدرجه دي. قال لي انا حر اعمل اللي انت عايزاه. سبت المدرسة وجريت رحت على مدير العام الإدارة، كتبت بسرعة الشكوى على التشطيب اللي هو عمله ده، ما جاش في بالي طبعا عشان موضوع التحرش ده حضرتك موضوع صعب جدا وحساس، احنا في مجتمع صعب وعندي بنت وعندي ولد أخاف عليهم. رحت هناك فجالنا واحد متابع من الإدارة، من أمن الإدارة، اسمه أستاذ فتحي، فجي يبحث الموضوع، اتلموا حواليه تحت الإداريين معاه اللي تقول يا استاذ توحى، وجايبين له شاي وبسكوت عشان يبقى اقول له حضرتك هو التحقيق بشاي وبسكوت. قال لي لا انا هكتب حضرتك اللي انت عايزاه، في ناس كانوا موجودين وان انتوا كنتوا متواجدين. ده فين؟ عندي في مكتب مين؟ في مكتب المدير تحت، بس انا كنت والمتابع لوحدنا. فقال لي هاتي زمايلك ونزليهم، فنزلت زمايلي يشهدوا باللي شافوه. فهو المدير اتهمني ان انا ضربته. فبيقول لي انا بان انت ضربتيه، قلت له ما ضربتوش، انا زقيته عشان مسك صدري، فقال لي يعني اهان كرامتك وخدش حقك؟ قلت له طبعا، وانا مش عيله صغيره، انا بقالي فتره ان انا بشتغل كتير يعني. فروحت عملت محضر في اسم الشرطه بالكلام ده كله بالواقعه كلها، وطلبت ان هو يعني يحموني لاني مش لاقي حد يحميني، الاداره ما بتحميناش، الاداره متسانده معاه، وفي ناس من عند المدرسه بيساندوه، اداريات بيساندوه، يقول لك انا واصل وانا وانا وانا. طبعا احنا مش في غابه حضرتك، احنا مدرسين، لو كرامتي ما اتصليتش في شغلي انا ما اروحش شغلي. طبعا، وهنا وزاره التربيه والتعليم يجب ان تكون حاميه لك، يعني اذا لا حضرتك الاداره ما فيش اي ناحيه خالص حمايه لنا خالص، بل ممكن بيساعدوه علينا، يقول لك انا واصل. فطبعا انا بقالي فتره من ايام ما اضطهدني بغيت كتير، كان هروح المدرسه وكان هروح شغلي بسبب معاملته ليا، وكل المدرسه شايفين باضطهاده ليا، اضطهاد واضح، حتى زمايلي قالوا له انت كده بتضطهدها وانت كده ثبتت ان انت حطيتها في دماغك. طيب انت عملتي بلاغ في الاسم ولا عملتي عملتي بلاغ في الاسم؟ محضر في الاسم، برقم 445 حضرتك.
طيب طبعا يعني عايز اقول لك معظم الناس بتخاف دايما انها تبلغ عن حوادث تحرش بيها، فما بالك لما بتكون مدرسه. لكن انت قلتي حضرتك بس قلت لا مش هسيب حقي. قلتي مش هتسيبي حقك. لا قلت مش هسيب حقي لان لو خفت حضرتك بيزود العيار، وبعدين بيجي لي تليفونات تهديد النهارده من الصبح، تليفونات تهديد هنعمل ونسوي فيكي وفي ولادك، فانا خايفه على ولادي وعايزه احمي ولادي، فاروح لمين حضرتك؟ استاذ احمد فكري وكيل وزاره التربيه والتعليم بالدقهليه. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. اهلا بيك. أهلاً والله يا استاذ احمد كل جميعا. كل يوم مش عارف ايه اللي بيحصل في الـ في الـ دي تاني واقعه في الدقهليه خلال ايام قليله، خلال 5 ايام مش عارف. يعني بدل ما نناقش تطوير المناهج واعاده الاعتبار للمدارس، قاعدين نناقش تحرش جنسي واعتداء بدني. الواقعه دي هل حققتم فيها؟ الأستاذة سحر قالت وقائع التحرش بها وصلت إلى حد يعني لمس الجسد واستخدام تعبيرات من مدير المدرسة فيها تحرش جنسي لفظي بها، هل يمكن أن يحدث ذلك في مدارسنا بهذا الشكل؟ يا أستاذ وائل في قانون وفي شؤون قانونية وفي تحقيق. أنا وصلني النهاردة شكوى من الأستاذة، الشكوى جات لي حولتها على طول للشؤون القانونية، وبكرة إن شاء الله هتستدعى الأستاذة في الديوان المديرية للتحقيق معها، ومحقق هيروح لمدير المدرسة، والمقصر أو المتقاعد أو المخطئ هينال عقابه راضي عنه. طيب يعني انتوا جالكوا الشكوى لسه؟ طيب هنا لسه واصلاني النهارده يا فندم. طيب استاذه سحر ليه عندك بتقولي انه التربيه ومديريه التربيه والتعليم بتتواطأ مع المدرس او تتستر عليه مع مدير المدرسه؟ يا استاذه سحر. ايوه فندم. ليه بتقولي انه الاداره تتواطأ؟ الاداره التعليميه مش المديريه يا فندم. الاداره التعليميه. الاداره التعليميه ما تاخد لناش حقنا خالص، وبيقولوا دايما حاطين لنا خصم قصاده عشان هو بيقول انا واصل. طيب خليني اسال الاستاذ سيد المهدي مدير مدرسه البحر الصغير الابتدائيه. يا أستاذ سيد، هل الاتهامات التي توجهها لك الأستاذة سحر صحيحة؟ أستاذ سيد. طيب نجيبه تاني. نتمنى أنه ما يكونش قطع، يعني أول ما يعني خلونا يبقى فيه شفافية ومصارحة. أستاذة سحر، أنت بتقولي في شهود معاكي وأدلة، لأنه الصلاحة تبقى مصيبة تعدد. ايوه يا فندم. ايوه زميلتي موجوده وانا مديها تليفونها لحضرتك كنترول. زميلتك موجوده، نحاول نكلمها. أيوة. كمان يا جماعه. طيب الاستاذ سيد المهدي فين؟ طيب الاستاذ سيد المهدي مدير المدرسه، لانه هو اللي موجه اليه هذه الاتهامات، ويجب عشان يبقى في حق الرد موجود. أستاذ عزة مصطفى مدرسة في المدرسة. أستاذ عزة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. هل وقعت التحرش بالأستاذة سحر صحيحة ولا كيدية؟ لا حضرتك صحيحة. يعني شفتيها بنفسك؟ أيوة شفتها حضرتك. طيب انت تضمنت معاها في البلاغ وعلى استعداد للشهادة يعني في ان شاء الله. حضرتك انا قبل كده بعتها في شكوى للوزير التربية والتعليم وللرئيس السيسي وللرقابة الادارية وللمحافظ بمخالفات موجودة بداخل المدرسة، زي 5 سلوك، وزي واخد كمان 5 جوازيين سنهم ناقص عن السن القانوني، ومقطوع 3 ورقات من 1 حكومة، وضياع 68 اجازات اللي فيه الاجازات بتاعت المدرسين كلهم، وانا اشتكيته وبعت للوزير اكتر من مره ومحدش جانا. لا يعني ايه واخد تلاميذ تحت السن القانوني؟ نعم. ايوه حضرتك، وانا كاتبه اسمهم بتواريخ ميلادهم وبالمدارس اللي هم جايين فيها، وبعت شكوى للوزير وللسيد الرئيس السيسي، وبعت للرقابه الاداريه،
وبعت للنيابه الاداريه واحده والمحافظ، وبعت للاستاذ احمد فكري كمان واحده ومحدش جن. طيب لكن انت بتاكدي وقعه التحرش الجنسي بالاستاذه سحر؟ اه ان شاء الله حضرتك. طيب انت شفت الواقعه يعني؟ ايوه حضرتك، ما هي كانت طالعه فوق تقول له ان احنا ماشيين، وانا طلعت عشان انده لها، فلقيته حاطط له على ظهرها، قلت له انا شفت كل حاجه، والمفروض هي تكتب فيك شكوى وانا وانا هشهد معاه. وسيبناه تاني يوم حضرتك، ولقيناه جينا الصبح لقيناه مشط علينا انصراف رغم ان احنا ماشيين الساعه 3:30. طيب بتوجه خلينا نشوف الاستاذ سيد المادي، خليك معانا مدير المدرسه. استاذ سيد اهلا بيك. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ اهلا بيك استاذ سيد. وصل بنا الحال ان كل يوم بنناقش دلوقتي التحرش الجنسي في المدارس، مش تطوير مناهج التعليم او اعاده الاعتبار للمدرسه. في اتهام من المدرسه وزميلتها بانك تحرشت جنسيا بالمدرسه. أولاً اللي تداخلت معاكم في المدرسه موضوعات كتير جدا في الاداره. هذه المدرسه غابت 49 يوم طول سنه 2015، سنه 2014 غابت 36 يوم، سنه 2013 غابت 30 يوم، كل مشكلتها عايزه تقعد في البيت وتتبضلها، وهذا معروف على مستوى اداره الشرق المنصوره التعليميه. قبل كده حضرتك كان في مواد لغه عربيه اسمه الاستاذ موسى كتب تقرير عنها إن هي لا تصلح لتدريس مادة اللغة العربية بسبب انقطاعها عن العمل وغيابها الكثير، وتم الإدعاء كل ده ممكن تاخد، كل ده ممكن تاخد إجراءاتك القانونية. نعم سيادتك، كل ده موجود في الشؤون القانونية في الإدارة، والإدارة لديها علم. أما موضوع اللي يعني أنا مش عايز أقول لك حاجة فتقول لي أصل هي بتغيب. لا سيادتك، هي مشكلتها حضرتك إن هي عاوزة تغيب في المدرسه ويتمضلها. انا مانع الكلام ده نهائي جدا. وحضرتك اقول لك حضرتك حاجه، اعمل اي مداخله مع اي زميل في المدرسه واساله يوم اللي هي بتقول عليه دخلت اتفحلت الكنترول وشكلت وضربتني. بقول لك ضربتني ولم ارفع حتى كلمه واحده ضدها. لا يعني ايه ضربتك؟ انت مدير مدرسه يا جماعه. ما هو بص، يكون ان العلاقه حتى وصلت الى هذا الشكل، سواء هي ضحية أو مش ضحية، بس أنا شايف انهيار في العلاقة ما بين التلاميذ والمدرسين، ما بين سيادتك مدير المدرسة والمدرسين. أنا مدير مدرسة، في لجنة متابعة جت أثبتت على هذه المعلمة أنها تلقت هدايا من التلاميذ، مكياجات، وشتمت الأولاد بأبهاتهم وأمهاتهم جوه الفصل، ومع ذلك التحقيق شغال لغايه الان ولم يتخذ اي اجراء بلجنه متابعه وكيل وزاره. في يوم اللي بتتكلم فيها حضرتك. طيب ما يعني مش هنا بيبقى في شكوى وبيتم التحقيق فيها والتحقيق يدينها او يبرئها؟ سيادتك دي شغل الاداره مش شغلتي انا، انا شغل على الشؤون القانونيه بالاداره. وبعدين لما هي تضربك يعني يعني انا بلغت الاداره سيادتك، كان ايه المطلوب مني لما وانت استقبلت ده ازاي يعني؟ لما هي انت فخور. اتصلت بامن الاداره الصبح الساعه 7:30 لانها افتحت القنطرون المدرسه. الامن قال لي عملت ايه؟ قلت له بلغت الشرطه ما جاتش. اتصلت للمدير، قدمت شكوى للمدير العام، والمدير العام حولها لشؤون قانونيه ولم يبت فيها حتى الان. بعت فاكس للسيد الوزير، بعت فاكس للسيد المحافظ، بعت فاكس لرئيس الوزراء، بعت فاكس لوكيل وزاره، ولم يتم اخذ اي اجراء حتى الان. ولا هيتم اخذ اجراء لانه ما فيش حد، ما مش وزاره التربيه والتعليم. يا استاذه سحر، استاذه سحر، هل خلينا اسال الاستاذ سحر. الكلام اللي بيقوله ده كله هو افتراء عليا. خلينا اسال بس الاستاذ سحر. الاداريات في بيوتهم وشهاده زمايلي وبيمضي لهم. خلاص يا استاذ سيد، عشان اسمعها. انا كان هخش المدرسه بسبب الاحباط اللي عامله لي فيه واهانتي المتكرره. مفيش جالي شكوى، ما جاليش اي حاجه، والشكوى اللي حضرتك بيقول عليها دي كيديه، والمحقق ثبت ان مفيش اصلا اولياء امور بالاسم ده، وممكن اجيب لحضرتك الشكوى من الاداره ونشوف الاسامي، ولو لقيناها في سجلات المدرسه. يعني انت تغيبك بسبب اضطهاده وتحرشه بيكي يعني؟ بسببه هو، بيهددني وهددني قبل كده من سنتين ان هو هيخطف ابني، وكنت عامله فاكس عند مدير الاداره بالكلام ده كله. ده كلام يا جماعه؟ احنا في مدرسه ولا في يخطف ابنك؟ والله حضرتك اقسم بالله انا عايزه اقدم مثل انت واقعد في البيت خوفا منه ومن بطشه. بقول لك انا مسنود، انا قريب سامي عنان
وانا مسنود وبيساندوه عندنا وبيخافوا يتكلموا منه من حضرتك ومن بطشه. ولا الفريق سامعنان يمكن ان يقبل وضعا حتى يتوسط يعني الحد فيه. انا مش في غابه حضرتك، وبعدين انا مريضه سكر، ما اقدرش ان انا اضرب راجل مهما كان حجمي وسني، انا ما اقدرش اضرب. انا عندي التهاب في الاعصاب، فما بقدرش اتحكم في ايدي اصلا عشان ان انا اضرب راجل. طيب يا استاذ سيد، تغيبها بسبب تحرشك الدائم بها واضطهادك لها، هتعمل ايه لانها تتغيب؟ يا استاذ وائل في اداره تعليميه موجوده لا بيحدث مطلقا ان لا مفيش. ما اعتقدش ان في اداره تعليميه كده. لما نوصل للاتهامات المتبادله، ما اعتقدش انه في تعليم ولا في اداره تعليميه. انا دلوقتي هي بتقول انا تحرشت بيها، ما حصلش مطلقا، واحلف على كل المصحف ولو شهود موجودين ولو عندها شاهد واحد في المدرسه، انا مستعد حتى سيادتك تنزل تعمل مداخله مع اي واحد في المدرسه ويقول لك كان في اثنين قاعدين في الكنترول، اعضاء الكنترول، الاستاذ احمد محمد السيد والابله اميره حسني. طيب هم يقولوا الحقيقه في كل طالبهم يطلعوا الهواء يقولوا الحقيقه. حضرتك ما كانش حد في الكنترول الا انا وزميلتي اللي دخلنا عليه. انا كدابه يا استاذ، كدابه. الاصوات بتتداخل يا جماعه، مش عايزين نعكس الانهيار. الكنترول لوحده. انا هعمل سبب الكلام ده كله قدام حضرتك على الهواء قدام الناس اللي بيقول عليا كدابه. انا مش كدابه، ما بشتريش عليه، انا ما فيش بيني وبينه حاجه. طيب يبقى احنا في كل الاحوال النقاش ده يا جماعه بيعكس الانهيار في التعليم، شايفين العلاقه عامله ازاي؟ هو لا يصلح حضرتك مدير مدرسه باي شكل من الاشكال، واولياء الامور يقولوا لحضرتك على اسلوبه الفظ وتعامله مع الناس كلها، مش انا بس والله. طيب اتمنى التحقيق في هذه الوقائع. ومعانا الاستاذ بشير حسن المستشار الاعلامي لوزاره التربيه والتعليم. يا استاذ بشير اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. يعني نفس الملاحظه تاني، بدل ما نجيبك او نكلم الناس كل يوم في تطوير المناهج التعليميه او في اعاده الاعتبار للمدارس، للاسف كل يوم في حوادث من هذا النوع. الاستاذه بتتهم مدير المدرسه بالاعتداء عليها وبالتحرش الجنسي بيها، وقدمت بلاغا وبتقول مفيش حد بيحميها. هو بيتهمها بالتغيب، هي بتقول انا بتغيب بسبب الاضطهاد والتحرش بيا يوميا. يعني اتفضل استاذ وائل. خليني اتكلم في نقطتين بعد اذن حضرتك. خليني اشكرك في البدايه واشكر الاستاذه فاطمه مدير رئيس التحرير، واقول لك على نقطتين في البدايه بالنسبه لما اثرته او بالنسبه لما تبنيته من قضيه الاستاذه اللي تم التحرش بها من قبل بعض الطلبه. النهارده ومن ساعتين بالضبط انتهى موضوعها تماما. محافظ البحيره وافق على نقلها الى مسقط راسها في محافظه البحيره من ساعتين بالضبط. ده رقم واحد. طب كويس جدا، اتفضل. رقم اتنين، هي دلوقتي بتطالب بحل مشاكل 30,000 معلم. يمكن كنت بمداخلة معاها من شوية برضو في قناة المحور، وقالت ان هي بتطالب في برنامج 90 دقيقة، وقالت ان هي مش مشكلتها هي بس، هي بتطالب بحل مشكلة 30,000 معلم. يعني حادث عن قضيتها الرئيسية وبتتكلم دلوقتي في قضية عامة. ده رقم واحد. رقم اتنين، اطمن يا استاذ وائل تماما، يمكن حضرتك أجريت حوار مع الدكتور هلال الشربيني وزير التربية والتعليم، واطلعك واطلع الكثيرين على عمليه التطوير وعلى برنامج الوزاره. جاري تطوير المناهج وجاري عمل تدريبات للمدرسين والمديرين وخلافه. اما هذه الواقعه فانا بحس باسف وانا بسمع اتهام مدرسه زي ما حضرتك بتشعر بنفس الاسى والاسف. انا حاسس باسى واسف برضه مدرسه بتدعي لحد دلوقتي ده ادعاء ان مدير المدرسه بيتحرش بها جنسيا، وهو بيقول ان هي غابت 60 يوم. انا عايز اسال سؤال يا استاذ وائل فقط يحل المشكله. هل تحرش او التعامل الوحش مع مدرسه يدفعها الى الغياب 90 يوم عن العمل؟ يدفعها. خلينا اسالها السؤال ده يا استاذ سهر. هو 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 التحرش بمدرسه والاعتداء عليها يخليها تتعامل مع المدرسه على انها جحيم تذهب اليه، بس استاذه سحر هل التحرش بيكي واضطهادك يدفعك للتغيب 90 يوما؟ يا فندم انا بخاف اروح المدرسه. ولو رحت مثلا 5 دقائق متاخره شويه بالرغم ان ما عنديش الحصص الاولى بيشطب عليا حضور وانصراف،
ومره كان في وقعه بتاريخ 8/10 كنت راجعه من اجازه مرضي الكوميسيون ما اعتمدهاش، فرجعت لقيته مشطب عليا حضور وانصراف الساعه 7:45 دقيقه. زميلتي جت الساعه 8:15 ببص من عينيها لمسؤوله الدفتر مطلعه في الدفتر وانا شطب عليه وقال لي اليوم ده انا هبعت بيه بحث حاله، ما بعتش حاجه، بقتش يشتكيني فيه ان انا مقصره ان انا بعد انقطاع. ذاك انا بقالي 25 سنه في المدرسه وماسكه طيب. رئيسة وحده التدريب كمان غير التدريس طيب. احنا هنسيب ده، بس انا بقى يعنيني يا استاذ بشير سواء بقى كلامها صحيح كلامه صحيح ان انا امام انهيار، شايف العلاقه عامله ازاي؟ هل ممكن في ظل علاقه بهذا الشكل انه يبقى في تربيه او في تعليم؟ مش ممكن. تمام يا استاذ، مش هيبقى في لا تربيه ولا تعليم. كل هذه تأثير ده بقى على النشء والأطفال إيه وعلى التلاميذ؟ مصيبة يعني. تمام يا أستاذ وائل، تمام أنا معاك. كل هذه الوقائع وقائع فردية، لكن أنا كنت أتمنى على الأخت الفاضلة إن هي قبل ما تغيب تبلغ المسؤولين إن بيتم التحرش بها وبيتم معاملتها بشكل وحش. معروف يا أستاذ وائل إن بيروح متأخر بإجازة، ومعروف إن الكوميسيون الطبي هو الفيصل في العمليات. ما هي بتقول قدمت شكاوى كتير والمديرية بتتحالف معاهم يعني. إذا الموضوع برمته وفقا لتعليمات الدكتور هلال الشربيني الموضوع محل التحقيق، ومن الظهر يا أستاذ وائل وأنا إن شاء الله بكرة هطلع حضرتك على التحقيق في هذه القضية. بتوجه لك بالشكر أستاذ بشير حسن. أستاذة سحر ألف شكر، ومش عايزين نتعامل مع المرأة دائما على إنها الطرف السهل لتوجيه الاتهامات إليه، يعني هي متهمة مسبقا لكونها امرأة لكونها سيدة، وبالتالي من السهل اتهامها، لكن مع يعني لا أعتقد إن في مدرسة